ولنقاش تطورات الأوضاع بأفغانستان وطلب حركة طالبان من أنقرة تشغيل المطار، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتبولو. أهلا بكم سيدي. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. مساء النور. ما مدى إمكانية موافقة تركيا على طلب حركة طالبان بتشغيل مطار كابول في ظل الظروف الأمنية الحالية بأفغانستان؟ يجب أن نقول بأن لا ننسى بأن تركيا هي كانت صاحبة هذا الاقتراح في اجتماع الناتو في بروكسل في شهر نيسان الفائت، ولكن كانت طلبا مشروطا لشروط معينة أن تكون هنالك دول داعمة للوجود التركي لحماية مطار كابل، وأن يكون هنالك أيضا تنسيق مشترك مع أمريكا والناتو. لم يلقى هذا الطلب أذنا صاغية. الآن الطلب من الجهة المقابلة من قبل طالبان يفتقر إلى أن يكون هنالك ضمانات حقيقية في القدرة على تنفيذ وحماية، وأن يكون هناك اتفاق آمن. ما تزال طالبان تفتقر إلى الإمكانيات وإلى السيطرة الميدانية الحقيقية على الأرض، وبالتالي تركيا الآن تتريث في القبول، وربما يكون أيضا قبولا مشروطا بالتنسيق مع دول معينة. لن تركيا تتورط بمفردها في الموافقة على طلب من قبل طالبان كطرف واحد أحادي. يجب أن يكون هنالك توافق أممي مع دول أخرى وشروط تضمن الالتزامات اللازمة لتأمين الأمن والاستقرار للطرف التركي. كيف يبدو موقف الرأي العام التركي من هذه الخطوة المقبلة في أفغانستان على غرار دور تركي مشابه في سوريا وليبيا وأذربيجان أيضا؟ بداية يجب أن لا ننسى بأن تركيا الرأي العام التركي هو كان قلقا على الوجود التركي، سواء كانت البعثات الدبلوماسية أو الوجود العسكري التركي أو حتى منظمات المجتمع المدني التي كانت تعمل في أفغانستان. ويجب التصريح بشكل مؤكد أنه تم إجلاء جميع الرعايا الأتراك، كل حسب انتمائه ووجوده من مدنيين وموظفين وعسكريين، وبالتالي الرأي العام التركي مرتاح لسرعة تنفيذ الحكومة لعملية الإجلاء التي انتهت يوم أمس، ولم يبقى هنالك إلا بعض المراقبين الأتراك الذين هم يراقبون الوضع عن كثب ومسؤولين عن بعض المهام اللوجستية. أما قضية الوجود التركي في هذا الموضوع وأن تكون تركيا، نعم هي تركيا تلعب دور إقليمي متنامي مهم في المنطقة، ويهمها الأمن والاستقرار ومعنية بما يحدث في أفغانستان، لأن السياسة لا تقبل الفراغ يا سيدتي، والانسحاب الأمريكي المفاجئ هو أمر دبر بليل، هو يراد به خلط الأوراق والفوضى والبلبلة، وبالتالي نجد أن هنالك الآن نوع من عدم الاستقرار والتفجيرات التي تحدث بين الفترة والأخرى خير شاهد على ذلك. وبالتالي بغض النظر هل هو فشل أمريكي وانتصار طالباني، لكن النتائج تدل على أنه لا توجد هنالك سيطرة حقيقية ولا أمن واستقرار. وبالتالي تركيا كدولة إقليمية ولاعب متنامي ومهم جدا في التوازنات الإقليمية، نعم، معنية بأن يكون لها تأثير وتواجد، ولكن بدون الدخول في أي مغامرات ومخاطرات يجب أن تكون تحت سقف أممي ودولي، نعم، وهذا ما تصبو إليه تركيا. بالحديث عن موازين القوى إقليميا، إلى أي مدى سيخدم الدور التركي المصالح الاستراتيجية لأنقرة؟ نتحدث عن المستوى الدولي من حلف شمال الأطلسي ناتو والذي تعد تركيا عضوا فيه إلى روسيا وإيران. هذا هو بيت القصيد، أن هنالك الآن إعادة تموضع للتحالفات الإقليمية والدولية. نجد أن طالبان تغازل كل من الصين وإيران، تركيا رأس حربة مهمة للناتو في تلك المنطقة، ولكن الأهم من هذا وذاك لأن تركيا هي أيضا حريصة على أن تضمن أن تكون صمام أمان لنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو أن لا يكون هنالك ضمان عدم تدفق اللاجئين أو المهاجرين الغير شرعيين الذين
يريدون أن يهاجروا إلى أوروبا وأمريكا، وتركيا تعتبر هي بموقعها الاستراتيجي دولة عبور ومرور، وهذا ما لم تسمح به ولن تسمح به تركيا، هذا أولا. ثانيا، التمحور والتموضع التحالفي الموجود يجب بالمقابل أن يكون يقابله تحالف آخر، وبالتالي تركيا الآن تنسق مع الباكستان وأذربيجان كتحالف آخر لإعادة التوازن الإقليمي أمام تحالف أفغاني إيراني صيني محتمل، وربما أيضا بدعم روسي. لذلك تركيا معنية، وتركيا ستمارس دورها الدبلوماسي والسياسي بجميع المعايير، وقنوات الحوار مفتوحة الآن مع طالبان. إذا البعد الإنساني والبعد السياسي والدبلوماسي، وأيضا البعد للمحافظة على الأمن القومي التركي ضد الهجرة غير الشرعية. ولا ننسى أن خط الحرير الذي تركيا تعول عليه كثيرا في التجارة والاقتصاد يمر أيضا في أفغانستان، وربما هو الآن مهدد أمام ما يحصل من اضطرابات وقلاقل في أفغانستان. اختيار حركة طالبان لتركيا دون غيرها لإدارة هيئة استراتيجية كمطار كابول، إلى أي مدى يعكس ذلك اتجاه طالبان لتجسيد النموذج التركي في مسار التنمية والاقتصاد؟ ربما هو مؤشر حقيقي على أن تركيا هي لديها مصداقية في كثير من أدوارها الإقليمية. سبق وأن ذكرت قبل قليل دور تركيا كقوة رادعة وكصمام أمان وكثقل استراتيجي في سواء في تجنب في منطقة الخليج عندما كانت صمام أمان في الملف القطري أمام التهديدات الحصار بالدول الجوار، أو في الملف الليبي، أو حتى في الملف الأذربيجاني. وبالتالي تركيا أصبح يعني عامل ثقة ونوعا ما مستقل سياسيا، ناهيك على أن هنالك روابط تاريخية قديمة، وهنالك روابط أيضا الدين والكثير من القواسم المشتركة التي تلعب دور أساسي، وخاصة إذا ما علمنا بأن هنالك علاقات متينة جدا واستراتيجية بين تركيا والباكستان على المستوى العسكري والتفوق العسكري التركي. وبالتالي هنا الباكستان ربما هي تلعب دور الوسيط، والتي استطاعت أن تقنع أيضا الباكستان وقطر الطرف الأفغاني بإمكانية أن تلعب تركيا دورا مهما. وبالتالي هذا إن دل على شيء يدل على مدى ما تتمتع به تركيا من مصداقية في إعطاء التوازنات الإقليمية والالتزام بما تقوم به. إذا تركيا دولة صمام أمان وليس كالآخرين دولة استعمارية أو استغلالية في المنطقة. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا.